أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن العلاقات الراسخة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ترتكز على أسس تاريخية متينة وروابط أخوية متجذرة وممتدة منذ عقود طويلة بفضل دعم واهتمام مشترك من جلالة الملك المفدى وأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. نعم، وأشار معالي إلى أن صلابة الروابط بين البلدين تتجسد في أواصر المودة والمحبة ووشائج القربة بين الشعبين الشقيقين. جاء ذلك خلال لقاء معالي رئيس مجلس الشورى بمعالي السيد صقر بن غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له ضمن زيارة رسمية يقوم بها إلى مملكة البحرين. وذكر معاليه أن مجلس الشورى يفخر بالعلاقات الوطيدة مع المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي وما يحرص عليه المجلسان من تعاون بناء وعمل مشترك وتأكيد على توحيد الرؤى والمواقف تجاه مختلف القضايا العربية وخصوصا في المحافل البرلمانية العربية والإقليمية، مشيدا بالدور الذي يطلع به معالي السيد صقر بن غباش في تعزيز أطر التعاون بين المجالس التشريعية في الدول العربية وذلك من خلال رئاسته للاتحاد البرلماني العربي. من جانبه ثمن رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي الجهود التي يقوم بها معالي رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس من أجل النهوض بالعمل البرلماني الخليجي والعربي من خلال المشاركة الفاعلة والحضور المستمر في الاجتماعات واللقاءات وتقديم الاقتراحات البناءة التي تصب في مصلحة العمل التشريعي على المستويين الخليجي والعربي. هذه الزيارة ما هي إلا تدعيم وأيضا تقوية إلى هذه العلاقات وأيضا تنسيق في كل ما يتعلق بقضايا الشأن التشريعي في كلا البلدين وأيضا تبادل الخبرات ما بين البلدين الشقيقين. والحقيقة كان لقاءنا لقاء ناجح ومثمر واستذكرنا أيضا المؤسسين الأوائل والآباء والأجداد اللي أسسوا لهذه العلاقة المتينة والقوية إن شاء الله واللي أيضا جعلتنا أيضا نستمد هذه العلاقة ونستفيد منها بالنسبة إلى الانطلاق نحو المستقبل إن شاء الله نحو علاقات أكثر. زيارتنا اليوم إلى البحرين هي رمزية لأنه العلاقات بين الإمارات والبحرين علاقات متميزة وممتدة وعلى كافة الأصعدة والمستويات سواء كان على المستوى القيادي السياسي في الدولتين أو كذلك على المستوى بين شعب الإمارات وشعب البحرين. لا نملك الحقيقة إلا أن نعتز ونفتخر بهذه التجربة الثرية ونفتخر بمجلس النواب في البحرين وما يقوم فيه من أداء واجبه ورسالته، ولا شك سنستفيد من كل ما اطلعنا عليه إن شاء الله وتعاوننا وتنسيقنا بالذات في العمل البرلماني والدبلوماسية البرلمانية في الخارج ممتد.